السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. قبل ما نتكلم على فصل النهاردة وشخصية النهاردة والصفة اللي شافها من ربنا سبحانه وتعالى ثم تخلق بها مع الخلق عشان يكون خليفة ربنا عز وجل وعبد رباني، أحكي لكم الأول على تجربتي امبارح مع اختبار الشخصية على الموقع عندنا انت مين فيهم. اول امبارح لما دخلت على اختبار الشخصيه ان شخصيتي قريبه ازاي من سيدنا علي بن ابي طالب العادل، فالحمد لله كنت خدت تقريبا 67%. امبارح دخلت على شخصيه السيده عائشه الودوده وجاوبت الحمد لله، وربنا رفع درجتي اكتر في الاجابات وجبت 76%. ما اعرفش مين فيكم سبق او مين اقل، بس احنا عايزين نخش السباق ده كل يوم مع بعض، ان بعد كل حلقه نخش على الموقع ونشوف احنا صفاتنا قريبه من صفه الصحابي او الشخصيه اللي هنتكلم عليها في اختبار انت مين فيهم. بشكر كل الشباب والبنات اللي دخلوا امبارح على المنتدى وقالوا رايهم في الحلقه. انا دخلت شويه بالليل كده امبارح علشان اشوف ارائكم واتابع، والنهاردة إن شاء الله بإذن الله أنا على ميعاد معاكم، هخش الساعة 1 بالليل بتوقيت مصر، 1 صباحا بتوقيت مصر، هقعد ساعة ونص أو ساعتين إن شاء الله عشان ندردش أونلاين مع بعض على mustafahosni.com على المنتدى على الجزء بتاع الحلقة النهاردة. فأشكر كل الناس اللي بيتواصلوا معنا، وعايز أشكر كل الشباب والبنات اللي بيبعتوا لنا المناجاة اللي بيناجوا بيها ربنا عز وجل، سواء لما بيقولوا يا رب شفنا ودك في صور ودك ويحكوا لنا عن صور ود ربنا، فنبدأ نعرف مع بعض صور جديدة ما كانتش في بالنا عن صور ود ربنا عن الحلقه اللي فاتت، او وعود بيوعدوها ربنا عز وجل في الجزء الثاني من المناجاه، وعود ان هم يتوددوا للي حواليهم. شكرا على التواصل، ويلا نخش مع بعض. ما تنسوش النهارده ميعادنا الساعه 1 ان شاء الله بالليل على mustafahosni.com على المنتدى عشان نتواصل مع بعض، ويلا نخش مع بعض فصل النهارده. فصل النهارده فيه صفه ربنا عز وجل اختص بها بعض الناس، وشاء ربنا ان يديهم الصفه دي، والحقيقة أن الصفة دي مخلياهم بيتحكموا في العالم، ودي الحقيقة. فصل النهاردة هي ميزة ربنا عز وجل ميز بيها بعض الناس لحكمة عنده علشان يفتكروا بيها غيرهم، وساعات بتبقى فتنة لما بيتملكوا هذه الصفة مش بيفتكروا إلا نفسهم وبيزدادوا كبر، فإما لما تجيلهم الصفة دي ويخشوا الفصل ده يفتكروا غيرهم واللي حواليهم، يا إما ما يفتكروش غير نفسهم. صفة النهاردة أصحابها لو كانوا عباد ربانيين عملوا زي ما ربنا يحب منهم، ربنا سبحانه وتعالى كتب أساميهم بجوار الأنبياء والشهداء والمجاهدين، لأن بالصفة اللي كانت معاهم كانوا بيساعدوا. وكمان التاريخ سطر أسماء هؤلاء الناس لو الصفة دي ما كانتش فيهم زي ما ربنا بيحب جنب الجبابرة والظالمين. فصفة النهاردة صفة خطر، إما تبقى أسماءهم جنب الأنبياء، وإما يبقى أسماءهم جنب الظالمين، حسب إذا كانوا شايفين ربنا عز وجل أو مش شايفين ربنا عز وجل. فصل النهاردة هو فصل الغني، غنى المال. فصل النهاردة هو فصل الناس اللي معاها فلوس. النهاردة يا جماعة الصفة واضحة، النهاردة احنا بنوجه الكلام لكل واحد ربنا ستره وخلى معاه فائض من المال. فصل الغني، المال أعظم المقتنيات اللي البشر بيدوروا عليها، المال اللي بسببه بتحصل الحروب، المال اللي بسببه بيحصل وصل للرحم أو قطع للرحم، المال اللي بسببه بيحصل الفخر أو بتحصل الطمأنينة، المال اللي تسمى مال لأنه بيميل بالإنسان إما يقربه من ربنا وإما بيميل بالإنسان بيبعده عن ربنا، المال اللي سماه العلماء شقيق الروح، أخو الروح. قال لك ليه؟ قال لك لأن ربنا عز وجل اتكلم عن المال إنه جنب النفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني أرواحهم، أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فدايما النفس دي جنب المال، لأن الإنسان اتخلق بيحب المال زي ما بيحب روحه وبيحب نفسه. لكن طلبة مدرسة الحب بيشوفوا المال بطريقة مختلفة، لأن هم شايفين صفة من صفات ربنا قبل ما يشوفوا هذا المال. وإحنا النهاردة هنتكلم عن طلبة مدرسة الحب اللي تميزوا لو تملكوا المال، لأن المال العلماء لما تكلموا عليه قالوا إن الناس انقسمت لأصناف. في عبد المال هو اللي تملكه مش هو اللي تملك المال، المال تملكه فبقى سبب سعادته أو تعاسته، بكاؤه أو فرحته.
سبب خوفه من المستقبل أو طمأنينته، لذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس اللي المال تملكه. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. عبد الدرهم مش عبد ربنا، لأن المال تحكم فيه مش ربنا اللي بيتحكم فيه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. هذا الإنسان لو في يوم من الأيام أنفق ماله في سبيل الله بيحس أنه إدى فلوسه لربنا، فبيبقى عنده نوع من الكبر ونوع من المن على ربنا سبحانه وتعالى، وعنده حرص كده أثناء إنفاقه، حرص يعني خوف أن المال ده يضيع منه. أما العبد التاني فهو العبد الرباني، طالب مدرسة الحب، اللي لما دخل مدرسة الحب عرف ان هو وماله ملك لربنا، وان مفيش حد في الكون بيملك اي شيء، لا بيملك الارواح ولا بيملك اي مقتنيات الا رب العالمين سبحانه وتعالى. فعاش في الدنيا عنده المال، لكن هو عارف ان هو وماله لربنا سبحانه وتعالى. ثم نظر، يا ترى صاحب المال رب العالمين ايه هي الصفة اللي ربنا عز وجل بينفق بها ماله؟ هذا العبد اعتبر نفسه واقف على خزنة، مش خزنته هو، هي خزنة ربنا عز وجل، وبص وقال: يا رب طب انت بتنفق مالك ازاي؟ فلما دخل مدرسة الحب فصل الغني، لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس ان الله بينفق ماله بالكرم. فدخل مدرسة الحب فصل الغني، شاف صفة ربنا الكريم، لان ربنا مش بس غني، ربنا غني وبيحب ينفق ماله بكرم سبحانه وتعالى. فالغني اللي في فصل الغني شاف صفة الله الكريم سبحانه وتعالى. وعلى باب المدرسة، باب مدرسة الحب، نصلي ونسلم على النبي ونستأذنه صلى الله عليه وسلم، أكرم الأغنياء من البشر، اللي كان بيصرف على كل اللي حواليه، اللي كان بيأكل ويشرب كل أهل المدينة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مسؤول عنهم وبيسد ديونهم عليه الصلاة والسلام، وبالذات الفقراء منهم صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لو ده أدى إن هو يأكل خبز الشعير، لكن كل اللي حواليا يعيشوا في كرمي صلى الله عليه وسلم، لأن هو النبي مصدر كل صفة حلوة هنتعلمها. هو اتعلمها الأول من ربنا، ثم دخل كل الأغنياء اللي خدوا القرار يخشوا معاه مدرسة الحب، ووراهم في فصل الغني، الغني الكريم سبحانه وتعالى. يا ترى مين النهاردة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قاعد في الصف الأول عشان يشوف كرم ربنا فيأثر في غناه يبقى غني كريم؟ اللي في الصف الأول اسم من الأسماء المشهورة من العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن ابن عوف، ثامن واحد في الإسلام، أسلم على إيد أبو بكر الصديق بعد يومين من الدعوة، فصار رقم 8 في الإسلام. عبد الرحمن بن عوف اللي نقلته دعوة النبي وحنية النبي وأخلاق النبي من الجاهلية اللي كان فيها البقاء للأقوى، وإن على قد ما أنت مسيطر على الناس على قد ما أنت تبقى مشهور والناس تكون متعلقة بيك، نقلهم من الجاهلية دي إن تعلق قلوب العباد بيك وحب الناس ليك على قد حنيتك وكرمك وطيبة قلبك عليهم، وانك تدوقهم من خير ربنا اللي ربنا دوقه لك سبحانه وتعالى. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عبد الرحمن في فصل الغني صفة الله الكريم، وعلمه ازاي ربنا بيصرف ماله، فقال لهم وقال لعبد الرحمن بن عوف: يمين الله ملأة، ايد ربنا مليانة بالانفاق، سحاء، عارف سحاء؟ عارف اللي بتسح دي اللي بتنفق بكثرة؟ يمين الله ملأة سحاء لا ينقصها شيء، انظر كم أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض. اتفرج يا عبد الرحمن ويا كل إنسان في الدنيا، شوف ربنا بيصرف إزاي. ومش بس بيصرف، لما ربنا بينفق على حد بينفق لغاية ما يغرقك، لغاية ما يسبغ عليك إنفاق. وقال رب العالمين متحدثا عن نفسه، بيعرف عبد الرحمن بن عوف بنفسه وبيعرفنا بنفسه: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ربنا مش بيدي واحد أو اتنين، ربنا بيسبغك من ضفر رجليك زي ما بيقولوا لشعر راسك، غرقان في نعمة ربنا، زي ما الثوب الأزرق ده مسبوغ بالأزرق، إحنا مسبوغين بنعمة ربنا عز وجل. وشوف ربنا لما اتكلم على عطائه مش بيديك حاجة واحدة، بيديك من كل حاجة تحلم بيها، لأن عطاؤه يذهل. عطاء ربنا عز وجل يخليك تنبهر بكرمه لأنه الغني الكريم. واسمع ربنا عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. واسمع كلمة لكم ذكرت كم مرة في الآية دي: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وفي الآخر ما تحاولش تعد، لأن هو كرمه أوسع من بالك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان يكفر بنعمة ربنا، يعني ينكرها، لو ما دوقش الناس من كرم ربنا زي ما ربنا دوقه من كرمه سبحانه وتعالى. يعطي رب العالمين لأنه كريم دون أن يسأل. ولو رفعت إيدك في يوم من الأيام وطلبت منه حاجة يديك بحياء، مادام أنت رفعت إيديك وقلت يا رب أنا محتاج، يستحي منك من كتر ما هو كريم. إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وأجمل ما في عطاء رب العالمين وعطاء ربنا كله كريم وجميل، إن ربنا بيعطي بطيب نفس. إن ربنا عز وجل محدش بيضغط على ربنا، ولا حد بيجبر ربنا إنه يعطي، ولا ربنا بيدينا لأن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا لأنه مستني مننا حاجة تنفعه، أو طالب مننا طلب بعد كده فبيسبق بالعطاء. إنما بيعطي بحب، بيعطي بطيب نفس. عشان عبد الرحمن بن عوف يقعد في الصف الأول فصل الغني ويشوف كرم ربنا عشان يتعلم إزاي عبد الرحمن بن عوف يعطي، ويجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويخصوا بكلام: يا عبد الرحمن هقول لك كلام هعرفك فيه عليه بربنا سبحانه وتعالى الكريم. في يوم من الأيام كشأن كثير من الأغنياء ساعات بينفق في سبيل الله، لكن النبي بيرقيهم لإنفاق العبد الرباني اللي بينفق لأن أنا خليفة ربنا، ربنا موقفني على خزينه وقال لي أنت مسؤول، الناس دي مسؤولين منك، اكرمهم زي ما أنا أكرمتك. في يوم من الأيام ينفق عبد الرحمن بن عوف إنفاق ويديه للنبي عشان ينفق على الغلابة، فإذا بالنبي يقول له كلمة هي سر كل خير في حياة كل الناس: يا عبد الرحمن مش أنت أنفقت كلمة هنعيش بها طول الحلقة؟ بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. يا عبد الرحمن يا ابن عوف، سر النفع في المال مش كترته، سر النفع في المال إن ربنا يبارك. البركة حاجة ربنا بينزلها على أي نعمة عشان تكفي اللي بيستمتع بيها. يا عبد الرحمن أنت اديت شوية مش هننتفع بفلوسك اللي أنت اديتها لنا إلا لما ربنا يبارك، واللي بقى معاك لا يمكن تنتفع بيه إلا بالله الكريم اللي يبارك لك فيه. فبارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. ابن عوف بيقول من ساعة ما النبي قال لي الكلمة دي إن ربنا بركته سر النفع في كل الفلوس وكل النعم، قال فأقبلت علي الدنيا. بدأ يشوف الدنيا بطريقة مختلفة، بدأ يشوف ربنا الكريم في عطائه في الدنيا. قال فأقبلت علي الدنيا حتى ظننت أني إذا رفعت حجرا وجدت تحته ذهبا أو فضة. من كتر بركة ربنا بسبب دعوة النبي بدأت أشوف أي تجارة هبدأ أشتغل فيها حتى لو هتجر في الحجارة ربنا هيحولها لي ذهب أو فضة بسبب إن الله هيكرمني. بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت. صلوا على النبي، أشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. ويبدأ عبد الرحمن بن عوف يتحط على طريق مشاهدة الكريم سبحانه وتعالى، وإن سر النفع في الفلوس اللي في إيديك هي إن صاحبها جل في علاه هو اللي يبارك فيها فتنتفع أنت بالمال. ولما ينفق النبي يقول له بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت، تحصل حالة من الاستبشار عند عبد الرحمن بن عوف، إن هو طول ما هو ماشي هيدور على بركة ربنا، هياخد بالأسباب ويشتغل. حتى قال فأقبلت علي الدنيا حتى ظننت أني إذا رفعت حجرا وجدت تحته ذهبا أو فضة. ويحصل موقف في حياة عبد الرحمن بن عوف، حصل في حياة بعض الأغنياء، إنه فجأة وكان مليونير ما يلاقيش معاه ولا مليم، فجأة يبدأ من الصفر. إمتى؟ يوم هاجر من مكة للمدينة وقريش أجبرت الصحابة أنها تاخد فلوسهم عشان يهاجروا، هيروح يبدأ من الصفر تماما في المدينة، لكنه هيشوف أثر كرم ربنا وعطاؤه مع أول دخلة للمدينة وأول دخلة لأسواق المدينة. وأنا أفضل أن احنا نتفرج على مشاهدة عبد الرحمن بن عوف الكرم ربنا عز وجل ولكن من أسواق المدينة. يلا نروح لمدينة النبي، المدينة المنورة، للأسواق اللي كان بيتاجر فيها عبد الرحمن بن عوف. تفضل.
وعلى أبواب أسواق المدينة يخش عبد الرحمن بن عوف. يخش عبد الرحمن بن عوف وهو متأكد إن رب العالمين هيحول التراب في إيده الذهب ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. عبد الرحمن بن عوف دخل مدرسة الحب وبدأ يشوف الغني، مش بس الغني، الغني اللي بيكرم خلقه. فجه وهو مستبشر وشعوره إن ربنا هيوسع عليه مالي قلبه، وسبحان الله بمجرد وصوله للمدينة تظهر أو يظهر أثر كرم ربنا عز وجل الغني الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يآخي ما بينه وما بين سعد بن الربيع، زي ما أنتوا عارفين لما النبي آخى ما بين المهاجرين والأنصار، يآخي النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عبد الرحمن بن عوف وأحد أغنياء الأنصار سعد بن الربيع. فإذا بسعد بن الربيع يجري عبد الرحمن بن عوف ويقول له: يا أخي خد نص فلوسي، نص شقة عمري، وخد نص بيتي اللي أنا عايش فيه أنا وأهلي، وخد نص الثمار، الثمار البضاعة اللي بيتاجر فيها. ويشوف عبد الرحمن بن عوف إن ده من أثر كرم ربنا، إنه فجأة واحد يعرض عليه نص ثروته. لكن واضح إن كرم ربنا أثر في أخلاقه، فأخلاقه بقت كريمة. فإذا به بمنتهى كرم الأخلاق يقول له: لا يا أخي، بارك الله لك في مالك. نفس دعوة النبي اللي دعاها له من شوية: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. فين السوق؟ أنا هروح أبدأ من الصفر بعد ما كنت من المليونيرات، هبدأ من الصفر وأنا متأكد إن الغني الكريم هيكرمني، هبدأ من الصفر وأنا متأكد إن ربنا هيوسع عليا لأن أنا شفت الغني الكريم. وفي أسواق المدينة يبدأ عبد الرحمن بن عوف من الصفر، يبدأ وهو متأكد إن ربه غني، ومش بس غني، غني وكريم وهيوسع عليه. وده اللي حصل، وده اللي شافه عبد الرحمن بن عوف. بعد يومين يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم في أسواق المدينة وهو متزين وشكله جميل، فيقول له: مهيم يا عبد الرحمن. مهيم يعني إيه الحلاوة دي؟ مهيم يا عبد الرحمن. فيقول: يا رسول الله، تزوجت، الزينة دي بسبب إن أنا اتجوزت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤال وكأنه بيبين له أثر كرم ربنا عز وجل، يقول له: كم سقت لها؟ دفعت كم مهر؟ سؤال مش متعودين إن النبي يسأله صلى الله عليه وسلم: دفعت كم مهر يا عبد الرحمن؟ فيقول له: رسول الله، أنا دفعت نواة من ذهب، جبت لها حتة ذهب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيلفت نظره إن أنت بعد كم يوم بعد ما بدأت من الصفر الغني الكريم أكرمك وبعت لك العروسة وجاب لك المهر وكمان الشبكة. يا عبد الرحمن، نفس الكلمة اللي دايما النبي بيقولها له: بارك الله لك. سر كل اللي معاك بركة الغني الكريم. يا عبد الرحمن، يلا خد القرار، اتخرج من مدرسة الحب وتخلق بخلق الغني الكريم. يا عبد الرحمن، بارك الله لك، أولم ولو بشاه. عارف يعني إيه أولم؟ يعني اعمل وليمة، أكل الناس. زي ما ربنا أكرمك وجوزك، أنت كمان اكرم الناس، وسع على الناس. زي ما ربنا الغني أكرمك، أنت كمان ربنا أغناك، اكرم. يا عبد الرحمن، أنت وكل الأغنياء خزان على مال ربنا عز وجل. لو ربنا وسع عليك أنت واقف، دي مش خزنتك، دي خزنة ربنا، وده مال ربنا عز وجل، وانت خليفة ربنا على ماله، وربنا صفته غني، غني كريم. فانت لو ربنا أغناك انت كمان اكرم الناس، لأن ربنا الغني أكرمك. انت كمان اولم وأطعم الناس واحنا في الشهر المفترق ده، وما تطعمهمش بنية المفاخرة، ولا حتى تطعمهم بس بنية الإطعام. نية الإطعام نية عظيمة، ونية الإطعام نية ربنا عز وجل بيدي عليها ثواب كبير. لكن تعالوا مع بعض نرتفع لأعلى مقامات العبودية، العبد الرباني. اطعم الطعام بنية ان انت خليفة ربنا عز وجل، بنية ان انت بتتخلق بخلق الله الكريم الغني الكريم. اطعم وانت بتقول: يا رب، انا في وسط خلقك انا خلفتك،
زي ما انت غني كريم انا كمان هكون غني وكريم. عبد الرحمن بن عوف تخلق بخلق الله الكريم. عبد الرحمن بن عوف النبي لفت نظره كم سقط لها عشان يقول له شفت ربنا وسع عليك ازاي، يلا بقى انت كمان كن غنيا كريما يا عبد الرحمن. ويا كل غني ربنا اقامه، اقام العباد فيما اراد، ربنا اقامه في الغنى، خليك كما ربك غني كريم، كن انت كمان غني وكريم. وانت كمان لو ربنا اغناك ووسع عليك واكرمك ادخل مدرسه الحب، ادخل مدرسه الحب وشوف الكريم الغني الكريم ازاي اكرمك، وشوف الغني الكريم لما اكرمك طلب منك انك تكون خليفته، اني جاعل في الارض خليفه، تكون خليفته وتكرم الخلق زي ما الخالق اكرمك. اكرم، وسع على الناس، فك الكروبات، اطعم الطعام، شوف اقرب الناس اليك محتاج ايه في الأيام الجميلة المفترجة دي، وكن خليفة لله عز وجل، وكن غنيا ولكن غني وكريم زي ما رب العالمين غني وكريم. معنى مصيري في مدرسة الحب، المعنى المصيري ده بيقول إن أنا ممكن أنفق عشان ربنا يديني ثواب، وده شيء راقي جدا وجميل، لكن في واحد بينفق عشان يكون عبد رباني يرتقي لأعلى مراتب العباد. أنا بأنفق رقم اتنين عشان أخذ ثواب، لكن رقم واحد عشان أنا خليفة ربنا. أنا مش هتخلى عن هذا المنصب اللي ربنا ادهولي، إن أنا عبد رباني وسط الناس، كرم ربنا هيوصل للناس عن طريق ايدي، خزان الله في الارض الاغنياء. انا عايز اخد ثواب بس ده رقم اتنين، رقم واحد انا عايز اكون في الارض خليفة عبد رباني، الارزاق تصل عن طريق ايدي عشان فعلا اكون عبد رباني. الطلب اللي ربنا طلبه اني جاعل في الارض خليفه، وتبدا نظره عبد الرحمن بن عوف تتغير من ساعه ما النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظره ان كل اللي في ايدك ده من كرم ربنا عز وجل، وان انت ليك واجب تجاه اهل ربنا المسلمين الفقراء انك انت تنفق عليهم، انت خليفه ربنا. في يوم من الايام يجي لعبد الرحمن بن عوف وجبه اكل شكله حلو قوي ايا كان بقى، رز ولحمه زي ما كثير من المسلمين ربنا موسع عليهم، فيبص للاكل وبعدين عينيه تدمع. ملك يا عبد الرحمن، والحديث البخاري، بص للاكل كده والتوسعه اللي ربنا موسعها عليه والكرم، ثم قال قتل اخي مصعب، مصعب بن عمير قتل شهيد في غزوه احد، قتل اخي مصعب وهو خير مني، فبحثنا له عن غطاء نغطيه به فلم نجد الا برده، يعني عبايه، اذا غطينا راسه بدت قدماه، واذا غطينا قدماه بدت راسه، فغطينا راسه. اللي كان غني مصعب، لكن لما اسلم مع النبي امه خدت منه كل الفلوس فمات فقير، ما لقيناهوش اي حاجه، هو احسن مني. ثم قتل اخي حمزه وهو خير مني في غزوه احد، ثم بسط الله علينا من الدنيا ما بسط. هو بيحكي لهم شعوره لما شاف النعمة، حس بالخضوع، إن في ناس كتير ربنا بحكمته ما ادهمش اللي هو ادهوله، هو بيقول إن الناس دي أحسن مني. أنت عارف الفرق ما بين طالب مدرسة الحب وأي واحد تاني؟ طالب مدرسة الحب بيشوف ربنا قبل أي حاجة، كما قال ابن القيم أن ترى المنعم، شاف كرم ربنا فقال لما شاف النعمة، ربنا أخذ ناس عنده
وأكرمهم بالشهادة كانوا أحسن مني حتى لو مش أغنياء. حس بالانكسار بين يدي الله. خد بالك إن في ناس كتير أغنياء محتاجين يخشوا مدرسة الحب. كل ما بيشوف النعمة بيزداد فخرا، بيزداد شعور إنه مميز على غيره. عشان كده خد بالك لما تخش مدرسة الحب فصل الغني وتشوف الكريم، هتشعر بواجب تجاه الفقراء. هتشعر إن ربنا عز وجل لما أكرمك أكرمك بفضله وكرمه، فتشعر إنك أنت حاسس إنك أنت عارف اللي شايل جميلة. طب أعمل يا رب عشان أكرم زي ما أنت كرمتني؟ فيقول لك إني جاعل في الأرض خليفة. فتبدأ تبص للفقراء إن هم ليهم دين عليك. أنا عايز أكرم اللي حواليا لأن الله دول أهل ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال إن حبايب ربنا المسلمين، أهل ربنا هم أهل القرآن المسلمين اللي ربنا بيحبهم. فبدأ عبد الرحمن بن عوف يشعر بالانكسار والخضوع لما يشوف ماله. قارون لما شاف ماله خرج على قومه في زينته، كسر قلوب الغلابة، ما كانش حنين. أما عبد الرحمن بن عوف لما كان بيشوف ماله بسبب أنه تعلم في مدرسة الحب رؤية كرم الكريم سبحانه وتعالى الغني، حس بالخضوع فخرج على قومه بكرم ربنا عز وجل. وهنتكلم بعد شوية في الفاصل اللي جاي على تخلقات عبد الرحمن بن عوف بخلق الله الغني الكريم. إزاي كان منغنغ، تعبير مصري، مغرق الناس في كرمه زي ما هو حس انه غرقان في كرم ربنا. ولكن تعالوا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الاغنياء. نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. الفصل اللي فات الراجل بيمسح عرقه وبيبص لكلمة الله عز وجل. زمانه من جوه بيقول يا رب اكرمني، يا رب أنا عايش على بابك، وسع عليا. فيجي واحد غني زي عبد الرحمن بن عوف وينفق ويتصدق عليه، فالراجل يقول ياه يا ما أنت كريم يا رب. قالها إمتى؟ قالها عن طريق واحد من خلفاء الله أنفق عليه. يا غني هتعرف الناس على ربنا وهتعلقهم بربنا عن طريقك أنت. يقول ابن عبد الرحمن بن عوف بيتكلم عن أبوه طالب مدرسة الحب، قال كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف. عيال يعني بينفق عليهم، يعني بيعولهم. ثلث يقضي ديونهم، وثلث يتصدق عليهم، وثلث يقرضهم. تلت بيشوف الديون يقضيها، وتلت يسلفهم، وتلت يتصدق عليهم. أول على طول ما سمعت الأثر ده إن أهل المدينة كانوا عيال على عبد الرحمن بن عوف، ما افتكرتش غير الأثر الخلق عيال الله. الخلق عيال الله يعني ربنا بيعيلهم، هذا يعولهم. الأثر اللي موجود عند مئات أهل العلم من السلف الصالح كانوا دايما يقولوا أن الخلق عيال الله، وكمان عيال على عبد الرحمن بن عوف. بيبص في احتياجاتهم حواليهم ويشوف اللي عنده فلوس دين يقضيها، واللي محتاج صدقة، واللي محتاج يسلفه عشان يفتح مشروع صغير، واقف على خزائن ربنا بيدي للغلابة لأنه خليفة الله. أعرف واحد غني كان دايما يقول لي أنا لما بصرف على حد أو بدي حد، أقصد يعني وتصدق على حد، ربنا بيوسع علي قوي، وبحس أنه بيقول لي أنت مش أحسن مني، إذا كنت أنت هتكرم الناس أنا أكرم منك. فكل ما أصرف على حد ربنا يصرف عليا، كل ما أكرم حد ربنا يكرمني. فبيني وبين نفسي افتكرت حديث النبي لما ربنا سبحانه وتعالى يشوف واحد كريم فيقول له أنا أولى بذلك منك. الراجل قالها ببساطة، ربنا بيقول لي أنت مش أحسن مني، وده أصلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أولى بذلك منك، تكرم أكرمك أكتر. سبحان الله، مش بيل جيتس هو اللي خليفة ربنا يا جماعة، اللي طلع نص فلوسه للإنفاق على الناس المحتاجة. في ناس كتير مسلمين مؤمنين يعرفوا ربنا ويعرفوا النبي، هم اللي خلفاء ربنا عز وجل، وفي قلوبهم حنية أكتر من غيرهم. عشان كده الواحد بيبقى طاير من الفرحة لما يعرف إن رجل أعمال من أغنياء البلد طلع تلت ماله، وأنا بتكلم على حد في ذهني أنا عارفه بالاسم، طلع تلت ماله وقف لله. ويريد كل أغنياء مصر والوطن العربي والمسلمين يمشوا على خطى، لأنه ماشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيطلع كل فلوسه. طلع تلت ماله وقد يكون ده مئات الملايين، وقف لله عشان يصرف على الغلابة اللي محتاجين. وبرضه نعرف رجال أعمال تانيين
فجأة تلاقي نفسك ساكن في مكان ست غلبانة ساكنة جنبك، الست دي ممكن تكون عجوزة، فلانة دي فجأة تلاقي مرة في السنة عربية رهيبة وقفت قدام بيتها، طلع واحد شكله غني جدا قعد نص ساعة ونزل، مين ده يا جماعة اللي طالع عند الحاجة فلانة الغلبانة؟ ده ابنها. ايه ده، هو ابنها ده؟ المليونير ده ابنها؟ طب هو سايبها كده ليه؟ هو غني لأنه ولكنه ما دخلش مدرسة الحب، ما شافش كرم ربنا بيه، غني أخته محتاجة، أمه محتاجة، لكنه غني بس زي ما ربنا قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، بيمنع الخير إلا عن نفسه، أنا بس، لأنه ما تعلمش إن ربنا غرقه في كرمه، ما دخلش مدرسة الحب وشاف إن كل قرش في إيدي وكل نعمة من كرم الغني الكريم، فلم يكن غنيا كريما لأنه ما تعلمش، ما شافش نعمة ربنا عز وجل. ويا جمال اللي بيقول كل مصرف ربنا يقول لي أنت مش أحسن مني ويصرف هو كمان علي سبحانه وتعالى. وفي يوم من الأيام يسمع عبد الرحمن بن عوف، بص جمال إنفاقه وكرم إنفاقه، يسمع حديث النبي من صاحبه أبو هريرة، الحديث ده بيقول النبي بيقول خيركم خيركم لأهلي، ده غير حديث خيركم خيركم لأهلي، النبي بيقول أحسن واحد بعد ما موت اللي هيصرف على أهلي. فيجري عبد الرحمن بن عوف بعد ما سمع الكلام ده إن أحسن واحد في الصحابة اللي يصرف على أهل النبي، ويبيع بستان ب400 ألف دينار ويروح يفرقه على زوجات النبي، فيوصل المال للسيدة عائشة فعنيها تدمع وتبكي وتقول فعلا يا عبد الرحمن أنا سمعت النبي بيقول لن يحنوا عليكن بعدي إلا الصالحون. أنت يا عبد الرحمن فعلا إنسان صالح، سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، مبروك يا عبد الرحمن، دعت لك أمك السيدة عائشة أم المؤمنين لن يحنوا عليكن بعدي إلا الصالحون. أنت فعلا صالح، أنت إنسان فاهم يعني إيه خليفة ربنا، عبد رباني كريم زي ما الغني كريم، وكل واحد على قدره، الرب على قدره والعبد على قدره. جميل قوي قوي إن الواحد فجأة يغرق واحد من كرمه. عمرك عملتها قبل كده؟ عمرك مرة تصدقت بصدقة لو انت ربنا موسع عليك وأكرمك، تصدقت بصدقة أبهرت الإنسان اللي انت اديته؟ يعني مش مثلا تديله مبلغ عادي أو تديله حاجة بسيطة، اديله حاجة هو فجأة ايه ده؟ ايه يا رب ده كله؟ بحيث ان هو ينبهر ويرفع ايديه يقول يا ما انت كريم يا رب، يا اللي وسعت علينا يا رب، يا غني يا رب، يا كريم يا رب، كده بسببك انت، دولابك مليان وممكن يكون كمان جيبك مليان، روح وسع على الناس زي ما ربنا موسع عليك، واكرم زي ما ربنا أكرمك عشان الناس تحب ربنا عن طريقك. يا خليفة ربنا سبحانه وتعالى، القميص اللي انت ممكن تكون ملبستوش من سنة ده هيستر جسد بني آدم، ممكن يكون مكسوف يخرج، الشراب اللي مرمي جوه في الدولاب بقاله سنتين ما تلبسش. أنا ياما شفت ناس بتصلي في الجامع، والله وإحنا مرة بنصور يا جماعة في جزء من مدرسة الحب، شفت واحد من كوت ديفوار مسلم كان في المسجد، مسجد عمرو بن العاص، قاعد ما فيش حتة في جسمه إلا فيها حتة مقطعة من لبسه، ده بسبب ان في اغنياء شافوه لكن ما كانوش كرم معاه زي ما ربنا كريم مع العبيد. لن يحنوا عليكن يا اهل النبي الا الصالحون، بس خد بالك كل المسلمين اهل النبي، كل المسلمين ولاد النبي وحبايب النبي، فلن يحنوا على المسلمين الفقراء وحتى غير المسلمين من الفقراء، عطاء المسلمين يصل للعالم كله، لانك انت وانا لو ربنا موسع علينا خلفاء ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. وعلى فكره مش لازم تبقى مليونير علشان تكرم، انا اعرف ناس اعرفهم ربنا موسع عليهم، شباب لسه متخرجين ربنا موسع عليهم وعندهم فائض من مرتبهم، بيطلعوا مبلغ ثابت وليكن مثلا لو بياخد 1000 جنيه بيطلع 50 جنيه في الشهر. انت تعرف ال 50 جنيه دي ممكن تاكل اسره لمده اسبوع، ياكلوا فول وطعميه ويشبعوا، هي ما تفرقش معاك خالص. لما رحنا قبل كده معهد الاورام، دكتور اشرف مدير معهد الاورام حكى لي عن واحد بياخد 200 جنيه في الشهر، 200 جنيه في الشهر بيطلع 5 جنيه يمكن يشتري سرنجة ولا حاجة حقنة، واحد ياخدها في معهد الأورام يخفف آلام حقنة مسكن ولا حاجة، هو معهوش غير 200 جنيه في الشهر يعمل إيه؟ بيطلع 5 جنيه في الشهر، ربنا وسع عليه، هو بالنسبة له 200 جنيه الحمد لله مكفينه، بياكل عيش بدقة زي ما بيقولوا، فبيطلع 5 جنيه ويمكن يكونوا حتى مش مكفينه، بس صعب عليه الناس الغلابة. وتيجي البشارة للغني اللي دخل فصل الغني وشاف كرم ربنا عبد الرحمن بن عوف. في يوم من الأيام أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، واحدة من الصحابيات، بتقول النبي في كذا واحد متقدم لي يا رسول الله منهم عبد الرحمن بن عوف، فقال أنكحوا عبد الرحمن بن عوف، كذا واحد بتقدم لها منهم عبد الرحمن، أنكحوا عبد الرحمن بن عوف فإنه من خيار المسلمين ومن خيار المسلمين من كان مثله.
دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين يخشوا مدرسة الحب في فصل الغني يشوفوا كرم ربنا جنب عبد الرحمن بن عوف. خيار المسلمين الأغنياء الكرمة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خيار المسلمين الأغنياء اللي بيوسعوا زي ما ربنا موسع عليهم وكرمهم. ومن خيار المسلمين من كان مثله. وعلى فكرة لو في واحد ربنا سبحانه وتعالى مش مديله من وسع زي ناس تانية، أكيد هيكون مديله من وسع من حاجات تانية. لكن لو مش معاك فلوس كتير زي ناس كتير معاها فلوس كتير، اتمنى تبقى غني غنى المال، وقول يا رب لو وسعت عليا هكرم زي ما أنت كريم، عشان بنيتك دي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ونيته فأجرهما سواء، يبقى أجرك زي أجر الغني اللي بينفق لو أنت معكش، بس تتمنى لو وسع عليك. وأنا أعرف ناس كده بيدعوا في الصلاة، يا رب لو وسعت علي أكتر هوسع على أبويا وأمي أكتر، لو وسعت علي أكتر مش هشوف حبايبي صحابي حد فيهم محتاج، يا رب وسع علي اكرمني عشان أكرم يا رب، عشان أكون خليفتك كل ما ألاقي قرش في إيدي أديه لغيري فالناس تحبك عن طريق يا رب. من خيار المسلمين من كان مثل عبد الرحمن ابن عوف، دعوة لكل الناس يخشوا مدرسة الحب. ويا ترى لو بنت النبي بتتجوز وانت واحد من الناس اللي متقدمين لبنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أغنياء، يا ترى النبي هيرشحك انت زي ما رشح عبد الرحمن ابن عوف لأنك غني كريم كنت خليفة لله عز وجل. وقبل ما يموت عبد الرحمن ابن عوف تجيله البشارة من ربنا، أصل ربنا من كرمه ما يسيبكش لما يطمنك، يحصل له كده إغفاء يعني زي يغمى عليه وهو في سكرات الموت، فيشوف ملكين مسكينه ويقولون بيقولوا البعض خذوه ليعرض على العزيز الأمين سبحانه وتعالى، فيقف ملك ويقول لهم قفوا فإنه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن أمه. أقول لكم معلومة زي الذهب، لو أنت شايف إن الفلوس بتجري في إيدك لغيرك اعرف ان دي بيشارة ان ربنا كاتب لك خير. لو شايف الفلوس ممسوكة في ايديك وحريص، الحرص ده مش من اخلاق ربنا، من اخلاق ربنا الانفاق والكرم. فلو لقيت نفسك بتوسع وبتكرم على اللي حواليك لانك غني كريم اتخرجت من مدرسة الحب، اطمن ان شاء الله يكون مكتوب لك خير عند ربنا. قفوا ما تروحوش، ما ده خلاص على طول هيروح على الجنة، فانه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن امه. عبد الرحمن بن عوف هيموت دلوقتي، هتروح روحه عند ربنا. بعد ما مات عايزين يوزعوا ثروته على الورثة، فيلاقوا ان ثروته بعد ما انفق مال ما يتعدش على المسلمين ليل نهار بينفق، اتبقى 1000 بعير، واتبقى 100 حصان، واتبقى 3000 خروف شاه، واتبقى 80,000 دينار لكل زوجة من زوجاته، واتبقت قطع من الذهب قطعوها بالفؤوس عشان يوزعوها، قطع ذهب ضخمة. وكأن ربنا بيقول للكل إذا كان هو كريم فأنا أكرم منه، إذا كان هو بينفق فأنا بأنفق أكتر منه، إذا كان هو بيوسع على الناس فأنا هوسع عليه أكتر منه. عبد الرحمن دخل فصل الغني وشاف صفة الله الكريم، يلا تخرج النهاردة ايا كان الفلوس اللي معاك، وبالذات لو كنت غني وساترها ربنا معاك، اكرم وكن خليفة ربنا وناجي ربنا بعد ما الحلقة تخلص. المناجاة، كن عبدا ربانيا. عرفت ناجي ربنا ازاي؟ بص على كل نعمة من نعمك وتخيل، انا ساعات بعمل الموضوع ده عشان افكر نفسي بكرمه عليا، بص على عربيتك وقول ياه لو ما عنديش عربية زماني كنت تعبت بس هو ريحني، يا رب بيتي ده لو ما كانش عندي البيت ده زماني ما كنتش لاقي حاجة تقويني وتسترني بس انت أكرمتني. بص على اللقمة اللي شبعتك في الفطار وقول شكرا يا رب، زماني كنت جعان لو ما أكرمتنيش. اتكلم معاه بلغتك، قول له شكرا يا كريم يا اللي أكرمتني وغرقتني في نعمك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم وعده في المناجاة، يا رب مش هشوف أي حد حواليا محتاج إلا لما أكون خلفتك واقف على خزينك بكرمه زي ما انت يا رب أكرمتني. وما تنسوش تخشوا على mustafahosni.com، اولا تقولوا لي تعليقاتكم اللي بتفيدني جدا اللي هشوفها النهارده الساعه 1 لما اخش ان شاء الله اعمل شاتنج معاكم على المنتدى، وما تنسوش تخشوا على اختبار انت مين فيهم عشان تشوف نفسك انت نفسك كريمه زي عبد الرحمن بن عوف هتاخد كام في الميه. ما تنسوش ان شاء الله، واشوفكم بكره ضروري ان شاء الله في شخصيه جديده وصفه جديده من صفات ربنا اللي هنتخلق بيها. وصلي اللهم وسلم وبارك على اكرم الاغنياء صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الأغنياء اللي كرمهم ربنا فاهمين وعارفين إن مالهم ده اختبار.
في الدنيا حق الاختيار متصدق.